مرحبا، السلام عليكم. فيديو جديد، لا تنسون اللايك والاشتراك، ولا تنسون تصلون على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وبسم الله نبدا لكم الحلقه الثانيه من سلسلتنا الاسطوريه، سلسله محاكي البرج. واللي ما شاف الجزء الاول خليت لك رابط المقطع في الوصف عشان تفهم شوي السلسله. ونفتح المحل يا جماعه ونبدا الشغل باذن الله. قبل ما نفتح المحل يا جماعه لازم نشيك على الكمبيوتر، وعني اغراض اشتريها. نضيف نوعين قهوه جدد يا جماعه، ونشتري اكواب ايضا. وجماعه عندنا فاتوره الكهرباء فلوسية عليك تدفع فلوس موجودة يا حبيبي. يا جماعة اشتريت جميع أنواع الأكواب والقهوة الهندوراسية والقهوة البرازيلية، يعني يبلون يرقصون برازيلي. باكيت الباكيت يا جماعة، جوي انتبهت في تطويرات للمحل يا جماعة. يمدينا نسوي مواقف للسيارات تيجي تشرب قهوة، يمدينا نسوي بودي جارد أيضا، حارس أمن. الله، يمدينا نطور المحل بكبره يا جماعة. الله الله، مرحبا يا جماعة، جو الزبائن الأسطوريين. اطلب وتدلل يا حبيبي، أفضل قهوة تجيك الحين في كوبك، تشرب أفضل قهوة في العالم. أول خطوة نسويها نعبي قهوة في الخلاطة، وهذه أصول يا جماعة، لازم نعبي القهوة في الخلاطة ونخلط. الخطوة اللي بعدها يا جماعة نجيب الخلاطة ونخلط البن ايزي يا جماعة. بعدها نجيب الخلاطة يا جماعة ونحط البن داخل عصارة القهوة يا جماعة، هذه الخطوة الثالثة. بعدها تجيب العصارة يا جماعة تحطها في مكانها المخصص، بعدها تبحث عن كأس زجاج تضعها تحت العصارة وتنزل القهوة، بعدها حطها في كوب. بعدها انتظر لين تجهز القهوة واضغط لايك واشترك في طريقك. Let's go. واخيرا يا جماعه جهزت القهوه، الحين نحطها في الكوب يا جماعه. خلاص يا جماعه جهزت القهوه بالكامل، الحين تسلمها وجعنا $60 يا جماعه. يا جماعه الحين اسوي القهوه واسولف لكم شويه. كما تعرفون يا جماعه دخلت سنه 2024 وعن اهداف بالتاكيد. يا جماعه اهدافي لسنه 2024 اني اوصل الى 5000 مشترك. يا جماعه الحين عندنا 2200 و300، والهدف 5000 مشترك، يعني لازم نزيد 200 و770 مشترك. ايزي يا جماعه، ايزي ايزي والله ايزي. والهدف الثاني يا جماعة لازم نوصل الى 1,000,000 مشاهدة في القناة، الحين تقريبا 500,000، لازم نزيد 500,000 اخرى يا جماعة. والله ايزي ايزي يا جماعة، يا رب نحقق الاهداف يا رب. وفي سنة 2023 نزلنا 199 مقطع، منهم 39 مقطع طويل و160 مقطع شورت يا جماعة، احصائيات اسطورية في القناة. نزلنا كثير لكن لازم نزيد العدد. ودي يا جماعة اني ازيد كمية المقاطع الطويلة، يعني مقصر شوي في المقاطع طويلة، لكن في المقاطع القصيرة الشورتات داعس شوي، لكن المقاطع القصيرة الطويل قصيرة طويلة شوي شوي كذا شوي كذا مقصر، لكن أتمنى أني أزيد الكمية مقاطع الطويلة. يا جماعة لا تنسون تدعون لإخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. دعوة صادقة من قلبك تقول اللهم انصر إخواننا في فلسطين، أي شيء في دعائك تقوله في صلاتك في أي مكان يمكن يغير مجريات وش صار في أهلنا في غزة. أنت الحين سعيد بسنة دخول بدخول 2024، لكن هم أسوأ حالة ممكن تشوفها. ادعوا لهم يا جماعة، لا تنسون تدعوا لهم في صلاتكم أي وقت، تدعي لفلسطين، اللهم انصر أخانا فلسطين. وخلينا نكمل المقطع. في سنة 2023 نزلنا 39 مقطع طويل، ودي في سنة 2024 أني أنزل 60 مقطع طويل. Let's go يا جماعة، وعندنا سلاسل جديدة، مقاطع طويلة أخرى، تحديات، راح تشوفون المقاطع أسطورية في القناة، وحتزيد تحسن الجودة كل ما تتحسن، كل ما لها تحسن. يا جماعة ودي أني أنزل مقاطع كثيرة من مقاطع الشورت، لاحظت في المقاطع الشورت تزيد اكثر عدد اشتراكات المقاطع الطويله، لهذا يا جماعه قاعد ازيد من المقاطع الطويله من مقاطع الشورت، يعني فيها مشتركين عدد اكثر يشوفوا المقاطع. فاهمين يا جماعه، اتمنى انكم تعدلون الوضع. يا جماعه عارف انكم اساطير، تابعوني لايك واشتراك يا جماعه. منها وقتها يا جماعه، الحين نروح ننام والصباح رباح ونكمل لكم السالفه يا جماعه. بالتاكيد اكمل السالفه. اي يا جماعه احس نفسي مرتاح، احس نفسي مرتاح لما اسولف معكم. لايك واشتراك يا جماعه، لايك واشتراك. الحمد لله يا جماعه، اتحدى واحد يقوم هيك يا جماعه، اتحدى واحد يقوم هيك، مستحيل مستحيل. الحمد لله يا جماعه قمنا، بعد ما نمنا نوم اسطوريه، الحين اكملكم السالفه. ودي اني ابدا السنه يا جماعه بسلسله خرافيه يا جماعه، ما ادري وش هي خرافيه، ما ادري وش هي. لا لا
والله والله خلاص خلاص يا جماعه خلاص 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 اتكلم مع روق روق خلاص يا جماعه. ودي اني ابدا السنه بسلسله خرافيه يا جماعه. السلسله هي اني انزل 30 شورت في 30 يوم. الحين يا جماعه راح ينزل لكم المقطع في 5 يا جماعه تقريبا 5 من هذاك اليوم راح تبدا السلسله يا جماعه. من يوم 5 راح تبدا 30 يوم حتى اليوم و5 في الشهر اللي بعده. راح ينزل لكم الشورت يا جماعه كل يوم بتوقيت السعوديه من 9 إلى 10 يا جماعه بين ذا الوقت, يعني بين الساعه 9 وبين الساعه 10 بتوقيت السعوديه. كونوا مترقبين يا جماعه كل شورت روحوا شوفوه يا جماعه. كل يوم فكره جديده, كل يوم محتوى جديد, كل يوم شيء جديد يا جماعه. يا جماعه الحين جهز قهوه ذي المراه غض البصر يا جماعه غض البصر. اخس يلي ما تربيتي يا جماعه ما تب اس يا اخس اللي ما تربيتي والله المره الثانيه تجي حافظ شكلك حافظ شكلك هنا خلاص دخلتي في مخي. الحين تجين والله تخرجين من اضيق باب تخرجين منه اللي ما تربيتي يا كلبه يا حماره. جماعه نلقي نظره عن تقييماتي وماست الله عليك كلهم اسطوريين. This is too hot. كيف تبي القهوه مو سخنه كيف ذا الحمار يعني ربي يا ربي يا ربي بيت. كيف تخمم انت كيف تخمم عندك راس او حطب يا ربي يقول لي This is too hot. وش اسوي لك انا ادفيها بتاكيد من بطلت ايس تي طلت اسبريسو يا حبيبي وش اسوي لك انا والله لا 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 تقول الحين نروح ننام يا جماعه وبكره الصباح ربح ان شاء الله. جماعه تراني عنيد مشكله كبيره اليوم يا جماعه. لما الناس تطلب شيء في اكثر من شوتات اكثر من 3 شوتات اضطر يا جماعه اني اسوي القهوه افرغ القهوه بعد اطحن القهوه واسوي مره ثانيه اطحن القهوه نفس الخطوات يا جماعه شوتين بعدها بشوت واحده يا جماعه تعب قسم بالله تعب واخسر كثير من الزبائن. وكيف اسوي انا احل هذه المشكله؟ اشتري جهاز ماكينة اسبريسو ثانية اسوي بها شوتين والجهاز الاخر اللي عندي الحين اسوي بها شوت واحد وخلاص افك راسي من التعب يا جماعة. خلاص الحين راح نشتريها راح تشوفون كم سعرها ونشتريها الحين جماعة. سعرها ب500 اسمها اسبريسو ماشين اي 100 وانا اللي عندي اسبريسو ماشين بسي اي 50 يا جماعة. يعني تطويرة اسطورية المحل يا جماعة. يبدأ المحل المشروع البسيط يبدأ بشيء بسيط يا جماعة. اخذوها نصيحة من عندي. انا فتحت كثير من البيزنسات لكن في الألعاب في الألعاب لكن معلش يعني تبقى يعني الذكاء وديها ديها 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 لا لا مش ذي الكلمة كلمة موجودة في العربية يعني الذكاء يا جماعة حقة. وصلت الآلة يا جماعة وصلت الآلة اسبريسو ماشين اي 100 اقراها بالإنجليزية معلش يا حبيبي اعرف اختبر إنجليزيتي. اسبريسو ماشين اي 100 كم اي هاندد اي هاندرد ويس Man, let's go. I speak English good. Yes, go. قهوة. Let's go قهوة. الحمد لله يا جماعة فكينا أزمة قسم بالله يا جماعة فكينا أزمة والحمد لله ولله الحمد يا جماعة. يا جماعة ودي أني أقولكم شيء لكن والله أني وأحتزم بيكم يا جماعة. ودي أني أوصل إلى 5000 مشترك يا جماعة. ودي قسم بالله ودي يا جماعة احتفل احتفالية احتفل احتفالية وأشكركم فيديو طويل أشكركم فيه أقولكم شكرا 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 والله لكم كفو يا جماعة كفو. كذا كنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أنكم انبسطتوا بالمقطع. داري المقطع شوي قصير أشياء متكررة لكن أتمنى أن يكون عجبكم المقطع. إذا وصلت لهذه النقطة بالمقطع لا تنسى تسوي لايك واشتراك سلموا لي لا مجرم جيز ده. السلام عليكم.